بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين امين. النهارده احبائي في لقائنا اسرتي ايقونه في الكنيسه نحب ندرس ببساطه الصلاه على الثياب، جزء من طقس الاكليل بعد صلاه الشكر، و بياخد الشماس ثياب العروسين، طبعا ثيابهم اللي هم لابسينها دي حاجة تاني، لكن برنس وأيضا الحرملة اللي بتوضع للعروس، ويقدسهم الأب الكاهن ويصلي عليهم. إيه معنى هذا؟ هذه الثياب يا أحبائي ليها معنى في منتهى الجمال. أولا العريس بيلبس برنس الخاص بالآباء الكهنة، ويلبسوه كمان الآباء الأسقفة والبطاركة، وهو رداء واسع مزين يرتدى فوق الملابس إشارة إلى حلة البر. نفتكر في هذا مثل الابن الضال لما السيد المسيح قال إنه أتوا له بثياب، وكانت إشارة لحلة البر التي يلبسها الإنسان بعد التوبة والنقاوة. هكذا أيضا العريس بيلبس ثوب البر علشان يتعلم انه يقود اسرته في بر الله وفي خوف الله، ويتعلم ايضا ان الزوج هو كاهن الاسره، هو قائد الاسره في الروحانيات، هو الذي ينتبه الى خلاص نفسه وخلاص زوجته وخلاص اولاده ولا يهمل هذا، الذي يكون بمثابه كلمه الله ورجل الله ويقود الاسره كلها في تنفيذ شريعه الله ووصايا ربنا لانه عليه مسؤوليه. هكذا أيضا العروس بتلبس الحرملة إشارة إلى ارتباطها بالعريس السماوي، العريس الذي أعطاه لها الله، فتكون مرتبطة به على أساس البر والتقوى. بيباركهم الأب الكاهن بعدين يقول عليهم كده إيه؟ لكي تصير هذه الحلة الموضوعة تصير لعبديك الذين يلبسانها بمسرة صلاحك حلل المجد والخلاص. الأسرة تبحث عن المجد بخلاص نفوسها، حلل الفرح والتهليل. ينبغي عندما يكون الروح القدس في حياتنا هنعيش في حياة الفرح، حتى لو في مشاكل لو احنا فرحانين بارتباطنا ببعض، بتفكيرنا مع بعض، باهتمامنا ببعض، بخوفنا على بعض، بالسعي المشترك اننا نبعد عن المشاكل ونحلها. حلل الفرح والتهليل، ونقول كده احفظهم نقيين في النفس والجسد والروح. هذه الثياب المقدسة في الكنيسة وبالصلوات إشارة لحالات النقاوة التي يعيشها الزوجين في كل أمور حياتهم، في علاقتهم الزوجية، في معاملاتهم، في تربية أولادهم، في معاملاتهم مع الآخرين، يعيشوا في نقاوة ويبحثوا عن النقاوة في كل شيء. نقول له كمان يا ربي هب لهما راحة سمائية، وهب أن يجعلهما يعمل رضاك كل حين، إشارة لل الارتباط بينهم انهم يعيشوا في راحة مع بعض في علاقة فيها مودة ومحبة، وايضا يعيشوا في خير ربنا. املأ منزلهما ومخازنهما من كل الخيرات ليستطيع ان يعمل رضا كل حين. هذه الثياب ليست مجرد شكل خارجي، لكن لها معنى في منتهى العمق نفهمه ونعرفه ونشعر بالمسؤولية لكي تتحقق في حياتنا الهدف المرجو من هذه الصلوات، بأن حياتنا يكون فيها فرح وتهليل، فيها رضا، فيها نقاوة، فيها سلام، فيها نحس عن الخير والحياة المقدسة. ولإلهنا المجد دائما أبدين أمين، وإلى لقاء آخر في أسرتي أيقونة في الكنيسة.